السلام عليكم. سمحت الله بركات. نعم. إيه لو سمحت حضرتك، انا ان شاء الله باذن الله طلع عمره، فالعمره مدتها 10 ايام، هنبدا 5 في المدينه وبعدين 5 في مكه، فمن المحتمل وانا هناك ينزل عليا دم الحيض، فممكن ينزل في اللي هما 5 الاخر اللي فيهم العمره نفسها. فانا دلوقتي لو نزل عليا قبل ما اعمل العمره اعمل انا ايه بقى؟ طيب ممكن تعيدي السؤال؟ ان شاء الله انا طالع عمره، إن شاء العمره الله. دي 10 ايام، نعم 5 ايام هيبدا بالمدينه الاول، 5 في المدينه و5 في مكه. تسمحي لي في شيء؟ ايه تسمحي في شيء؟ نعم. هل يمكن، انت ستنزلين جده اليس كذلك؟ اه ان شاء الله. بلى ان شاء الله. ممكن تفارقي الجماعه الذين معك وتاتي بعمرتك اولا وانت طاهر، ثم تلحقي بهم في المدينه مع محرمك، وبعد ذلك وأنت قد تكونين أديت عمرة الآن الحمد لله، الحمد لله. وبعد ذلك تذهبي إليهم في المدينة في نفس اليوم بعد انقضاء عمرتك، وترجعي بعمرة من المدينة، ترجعي بعمرة من المدينة أي. مع الناس، أي. تشترطي أوه. تقولي في الاشتراط أوه. عند الميقات لبيك عمرة، اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه من أداء العمرة، أو في الوقت الذي لا أستطيع فيه قضاء العمرة، وتأتي إلى مكة، تأتي إلى مكة. إن كنت طاهرا اعتمرت عمرة أخرى، ما كنت طاهرا بقيت على إحرامك حتى تطهري، فإذا طهرتي أثناء وجود الرفقة بمكة أتيت بعمرة من نفس الفندق الذي أنت فيه، إن لم تطهري والرفقة ستنصرف، انصرفت ولا شيء عليك لأنك قد اشترطت. وما تدخلش حتى المسجد، يعني تدخلش حتى المسجد الحرام خالص، ولا دخول المسجد، ولا هذه دخول المسجد مسألة أخرى، مسألة أخرى فيها بعض النزاع بين العلماء، هل تدخل الحائض أو لا تدخل الحائض. وإن كنت أختار أن إذا كانت تأمن التلوث دخلت، لكن المسألة فيها خلاف، فالأمر سهل. ممكن تسعي بين الصفا والمروة حتى وأنت حائض، وتؤجل الطواف إلى الطهر، لأن السعي لا يستلزم طهارة لا من الوضوء ولا من الحيض.